صحتك راس مالك برعاية أمانة. مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد لصحتك راس مالك. مع أنها جهد، الرياضة تبقى جد مفيدة ومهمة لصحتنا، مش برك لإنقاص الوزن، بل هي ضرورية لتقوية الجسم العظام وحتى لتجنب الشيخوخة المبكرة. الاعتياد على ممارسة الرياضة يقدر ينقص من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل السكري من خلال حرق الجلوكوز في الجسم اللي يساعد على تنظيم الأنسولين، كما يخفف من مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والقلب، يحمي من بعض أنواع السرطان والتهاب المفاصل. فوائد الرياضة للصحة النفسية: زيادة الثقة بالنفس، الشعور بالمتعة، السعادة والتحمي من الاكتئاب، القضاء على الروتين والملل والتخلص من الطاقة السلبية. أما بالنسبة لفوائد الرياضة لصحة الجسم، نجد تقوية العضلات، تنشيط الدورة الدموية، يساعد على إنقاص الوزن ويحمي من السمنة المفرطة، يقوي العظام، يحمي من أعراض الشيخوخة مثل الزهايمر، ويقوي جهاز المناعة. بالنسبة لتمارين الرياضة اللي نقدروا نمارسوها يوميا، نجد التمارين الفردية مثل المشي، الجري، السباحة، ركوب الخيل وألعاب القوى. التمارين الجماعية عندنا كرة القدم، الكرة الطائرة وكرة السلة. في الأخير، إذا بديتوا بممارسة الرياضة حديثا، حذاري من ممارسة التمارين الصعبة وبشكل فجائي. من الأحسن ممارسة الرياضة بهدوء وبشكل تدريجي من الخفيف إلى الأصعب، مع اتباع نظام غذائي صحي وسليم. كمال راحت سونيا للرياضة. هدر معها في الهاتف بصح ماشي كالعادة. كمال راه مريض وسونيا تقلقت، طاحت ورجلها تكسرت. العاملة الخارقة تاع أمان انطلقت ساعدتهم بعد ما ضعفت. قامت بالواجب كيما يلزم، والزوجين تهناو وهذاك وشي هو. فريق أمانة للتأمينات، الحماية لتأمنكم. هذه هي الحماية لتأمنكم. أمانة ليكم واللي عزاز عليكم.